بعد ما استعرضنا أنواع الوصلات هنعمل تطبيق عملي وهنشرح أثناء كتابة العبارة أنواع الوصلات قد نجدها في كل الخمس أنواع من الوصلات نجدها في جملة واحدة. هنبدأ بسم الله. هنا نستعرض جميع أو معظم الوصلات. هذه بطبيعة الحال وصلة أفقية، وهذه وصلة صاعدة، كذلك هنا هذه وصلة صاعدة، الفاء مع لم ألف زي ما استعرضنا، وهذه أيضا وصلة صاعدة، القاف مع الميم وصلة نزلة، الميم مع الحاء وصلة صاعدة، الحاء مع الياء وصلة صاعدة، التاء مع الميم وصلة مقوسة، الضاد مع الجيم وصلة مقنطرة، الجيم مع الهاء المنتهية جيم وصلة صاعدة. تعالوا نستعرض جملة تانية فيها أيضا تطبيق لبعض الوصلات. جملة تانية في
البستاني أردن وريحان يسر الزائرين البستاني ورد وريحان يسر الزائرين. واضح دلوقتي ان هذه الوصلة زي ما قلنا وشرحنا قبل كده وصلة نزلة. الباء مع السين تعتبر وصلة صاعدة، وكذلك السين مع التاء وصلة صاعدة، التاء مع الألف وصلة صاعدة. هنا الياء مع الحاء وصلة مقنطرة، هذه أيضا الياء تعتبر وصلة صاعدة. هذه اللام مع الذال مع الزين وصلة أفقية، الهمزة مع الراء تعتبر وصلة نازلة، كذلك الياء مع النون تعتبر وصلة صاعدة. ده تدريب على أنواع الوصلات.